الحياة تستمر الأحزان في مدينة المطرية في الدقهلية اللي فقدت عدد من أبنائها في حادث مؤسف. النهاردة تم تشييع جثامين 12 صياد اللي لقوا مسرحهم، والجثامينهم وصلت بالفعل في وقت متأخر للدقهلية. بفكر حضراتكم الحادثة حصلت لما خرج القارب عن مساره واصطدم بسفينة نقل بضائع عملاقة في منطقة جبل الزيت، وتم التحفظ بحسب حديثنا امبارح مع رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، تم التحفظ على السفينة التي تحمل الجنسية الكويتية وترفع العلم البنمي، وما تزال التحقيقات مستمرة. وزي ما حضراتكم شايفين دي لقطات من الجنازة الكبيرة، والحقيقة يمكن الدقهلية لم تكن أحزانها جفت بعد على ونفس القرية الحقيقة المطرية، مدينة المطرية، على أبنائها اللي توفوا قبل شهر تقريبا وهم خارجين في طريقهم إلى بحيرة ناصر لبداية موسم الصيد هناك. معنا على الهاتف الشيخ عبدو الرفاعي، شيخ الصيادين في مدينة المطرية. أهلا وسهلا شيخ عبدو. أهلا يا رب، ازيك يا رب؟ طيب. تاني بنعزي حضراتكم وإن شاء الله يا رب تكون آخر الأحزان. وعلى تأثيرهم عند الله شهداء، وبنطلب الشيخ رئيس الجمهورية باهتمام بصيادين جمهورية مصر وخاصة بحيرة المنجلة، لأن ما لهمش رعاية لا مادية ولا صحية. ويا ريت يصدر خارج استثنائي يديهم معاش استثنائي للصيادين الشهداء دول. طب يا دكتور عبدو، يا حاج عبدو، بس انا عايز اعرف منك كمان الناس المفقودين. يعني امبارح رئيس هيئه المواني كان بيتكلم في 13، النهارده انتوا شيعتوا جثامين. هو كلنا 14 يا ابني. 14 يعني في جثمانين لسه ما وصلوش؟ 14 لسه ما وصلوش، وبعدين احنا بنطلب يعني 14 مفقود. حضرتك بتتكلم على المفقودين، انا بتكلم على اللي تاكد وفاتهم. اللي تاكد يعني موجودين جم. اللي هم المطريه 13، واحد نادي السويس والقطر المطريه، دول المتوفيين. في 13 جثمان يعني النهارده تم تشييعه. والمصابين اللي معوجين في الدور عاوزينهم يلغوا دلوقتي. بس يعني لما يخفوا طيب، يعني بيتعالجوا بيتلقوا علاج هناك. عاوزينهم يلغوا يعني يا ريت. طب انا عايز اسالك، يعني عندكم اي معلومات على فكره استمرار جهود البحث؟ هل ال 14 مفقود في اي اخبار عنهم؟ احنا جانا الصبح ما فيش حد يبحث عنهم خالص ال 14. عملنا اتصال بالسيد المحافظ الداخلية وحافظ جنوب سيناء والسكرتير العام هنا وهنا، وكلمنا بتوع المخابرات عشان يهتموا بهم، لان لهم 14 جثة الناس حزانة في المطرية، كل بيت فيه حزن على الشاب اللي فقيد الشباب بتوع الشباب. طب يعني انا المعلومات اللي عندي ان في وحدتين بحريتين بتدور عليهم وفي ضفادع بشريه، ده الكلام اللي اكده لنا امبارح رئيس هيئه المواني جاي من اكتر من مصدر، فازاي حضرتك بتقول ان مفيش حد بيدور عليهم؟ النهارده كانت الساعه 10 طبعا كده، فعملنا اتصال طبعا بالساده المسؤولين، وطبعا احنا بنقول ان الجيش بيطلع ودور وكل حاجه، بس طبعا الناس قلقانه قلقانه عشان يجي ما جاش، يقول لك يا حسين. طبعا طبعا اكيد، وكل ما يمر الوقت الامل بيخفت في ان هم يكونوا احياء. والمفقود يعني لو الدبيان ما لوش شهاده وفاه. طبعا، ودي مشكله ثانيه. انا شفت القرار الجمهوري ده، انت يعتبر حاجه مقضيه طالعه دي، لما يبقى مفقود ويطلع 5 سنين لما ندور ونثبت والكلام ده، انت عارف يعني ايه. طبعا بيبقى في تفاصيل كتيره متعلقه بحاجات عائليه. يا ريت تخليه استاذ المسؤولين والسيد رئيس الجمهوريه بتاع الصيادين يحل مشاكل بحاره المنجله، يحل التامين بالنسبه لموضوع الصرف الصحي والصراع اللي بيرمي اللي بيعمل بيفني البحيره وزاد التحديات. يعني الحقيقه هو حضرتك دايما بتثير المشكله دي، ويمكن هي اصل المشاكل، ويعني مهم ان حضرتك في وسط هذه الاحزان بتلفت ان الانتباه ان اصل المساله ازمه كبيره في بحيره المنزله. وبعدين الانتباه كمان في حاجه يعني يمكن وصلت تعدي، ان احنا عملنا سيد وكيل وزاره القوى العامه الداخليه، عملنا لنا عماله غير منتظمه تامين صحي برعايه السيد محافظ الداخليه والسكرتير العام مساعد عشان نعمل تامين صحه للصيادين، وفعلا بدانا نشتغل فيه. فاحنا يا ريت المحافظ ووزارة القوى العاملة برعاية الصيادين وتأمين صحي على الصياد اللي عنده أكثر من 65 سنة، لأن ماليش تأمين خالص صحي، فبرفض اللي يعملوا له. شكرا جزيلا يا حاج عبدو، وشكرا جزيلا، وبجدد تاني العزاء، وإن شاء الله يا رب تكون آخر الأحزان التي تشهدها مدينة المطرية.